والله يا استاذ ظريف، خايفه انه حتى يتجوزني يوم يطلعني من المدرسه وياخذني عندك على البيت. على بيتي انا؟ يا مصيبه. انت عندك كل حق، كل حال وكل مساله فعلا عجيبه. لا بالله ممكن تقولي لي هلا ليكي افتراضا طلع بيرو وامه من المدرسه، انا كيف بدي استقبله ببيتي؟ ما سمعت امبارح بي شو قال وشو هدان. هنون انت ما فهمتيني ولا رح تفهميني. ليه؟ هو يطلع لي اياهم من المدرسه والباقي علي انا، مثل ما حببته فيكي بكرهه فيكي. يعني كنت عم تضحكي عليه؟ وبضحك على ابوه كمان. ما تنسي انا ظريفه. لا 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 يا ظريفي، هتصيري ضدي معي هيك لك ايه؟ ايه انا بفرجيكي. قالوا الواوي بلع المنجل، قالوا اخر الليل بتسمع عويله. خلص اكلك وقوم نشر لي الغسيلات. يا على عز رفقالك 100 مره عم باكل، ما بحب حدا يحكي، بتعرفيني منرفة ما بقدر انشر. اذا ما انت ساعدتني مين بده يساعدني؟ شوف جيبي لك شي صانع. ساعة الحكم بنجيب صنعة ونحن مهجرين؟ ايه وشو فيها يعني؟ شو ما في صناعة خصوصا للمهجرين. ايه قوم افتح البيت. ما عم تخليني اعرف ارتاح. قوم اعمل هيك وقوم اعمل هيك، قوم كل شيء قوم. صباح الخير. صباح النور. واحد اثنين ثلاثة. قم للمعلمة وفي التبجيلة، كاد المعلمة ان يكون رسولا. شكرا. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا تفضلوا ارتاحوا تفضلوا تفضل كل معي. تعال لك ريت صحة ان شاء الله عقبال ما تتجوز يا رب. بيرو عطيه الكرسي للاستاذ خليه يرتاح. والله وانا على شو بقعد باكل يعني؟ كده بتقعد امك مكسر. عطيه الكرسي. ما فيكي، ما عرفك انا بعرف. روح ما فيك. تعالي يا الله يخليكي، ما بقى تعيطي على بيرو. بيرو زلمه صاحبنا وشاب طيب كثير، ما تعيط عليه. هيك الله الله يعطيك العافية. شو عم بغسل البيان؟ الله يعافيك يا ابن سكوفع. شو بك عم تحكي؟ شو بك؟ ما في عطينا يا عم. احسن طريقة تخلص منها تجوز. انا عم اتجوز خلص. روح خذ ظريفي. ظريفي منيحة وكيسة منيحة. ست عليا شو سمعت؟ سمعت انه جيت امبارح بالليل لهون. منيح يا ابن اللي افتكر بيير بالمدرسة، والا كنا وحياتك نمنا بالطريق. تشرب قهوة؟ قهوة يا ريت، بس لو كان في بالمدرسة قهوة كنت أنا بضيفكم. ما في. ولو فضلت خيرك بيرو. اعملوا قهوة للأستاذ. مش عم بيقول عم بابور الكاس. بكشفوا بالإبرة كمان. ما في إبرة، يمكن كون سناها بهيداك البيت. يعني بتكون إبرة نكش بابور كاس؟ إيه معك. روح لعند ظريفة على المكتب. إيه. إلا بتقلك الماما وبتسلم عليك هي. إيه. علينا إبرة نكش بابور الكاس. عندها؟ طبعا عندها. ولك هيدي عتيقة وبتحفظ كل شيء عتيقة. ولو بعدين ست عليا. ايه ست ظريفي بعتتني لعندك لحتى قال لي شوفي شو بتعوزي بتطلبي منها، واذا ما بتطلبي منها حتزعل كثير. شفت يا بيير قديش ظريفي طيبه؟ ما كنت تزوم تسبها على بكره ابدا. سبها؟ غصب عنه. سبيتها؟ ايه سبيتها. ولك برافو عليك. لانه سبها مشان هيك بعتتني لعندك. شفتي الاول شو بتعمل؟ يلا تقبلني، روح اعتذر منها وجيبني عند قبرة بابو. ما بدي اروح. لا يا ابني. شو يعني ما بدي؟ يعني ما بدي اياها تشوفني بالبيجامه. ولك بالعكس، اذا شفتك بالبيجامه حتحبك اكثر. هيدي ظريفه عندها ضعف قدام البيجامات وخصوص الرجاله. كيف؟ بس تشوفك بالبيجامه حتنبسط منك كثير كثير ويمكن ترفعك صف. يعني ما بتستحي؟ ما بتستحي، هيدي مثلها بلا حياة ما بيستحوا ابدا. طيب روح. يلا روح. طول عمركم يا ابني، بكون تحملونا هالكم يوم ونشوف شو بدنا نعمل ببيتنا. ولو يا ست عليا بدك خدي راحتك، عشو انت مستعجله؟ عادي شهر اثنين ثلاثه هيك الاوضه فاضيه. وانت ما بدك تعلم فيها؟ لك بالعكس، بالاوضه الثانيه كمان فاضيه. بعدين ست ظريفي بعتت لي عندك خصوصي لحتى اقول لك اذا اجاك زوار قرايب اصحاب الك حق تستقبليهم عندها بالمكتب واعتبريه صالون لك. كتر خيرك كتر خيرك. عليا عيونك، في سر بدي اقول لك اياه. ست ظريفة حكت مع الإدارة بخصوص تدبركم شوي المساعدة المالية. لشو يا ابني؟ ولو حقكم شو لشو؟ لأنتم ما صرتم مهجرين؟ بلا. خلص هيدا صار حقكم، بعدين من اليوم ورايح
بقى فيكم تتركوا المدرسة إلا ما تقبضوا خلو. خلو؟ إيه خلو. خلو خلو. مشان هيك الظريفة حكت مع الإدارة مشان ضبطكم شوية مصاري. أنا على علمي إنه الإدارة دفعت 10,000 ليرة. بس ظريفة بتعرفي لأنه نفسيتها واطية مش نضيفة. يمكن هي تاخد 5 وتعطيكم 5. ماذا تقبض علينا سمسرة؟ عندك نفسيتها واطية مش نضيفة ظريفة. يي يا رب تنجينا من أصحاب النفوس الدنية. وبعدين من هلا ورايح يا ست عليا إلك حق تطلبي منا كل شيء، عرفتي كيف؟ إلك حق تطلبي كل شيء، هيدا حقكم، بعدين الإدارة هي اللي بعت لكم كل شيء بتطلبوه، اوعى تستوحوا من حقكم شيء. أبدا. خلص. ساعدني تقبلني ساعدني شوي. إيه أمي. أشيل منيح بعد شيء كثير قشر. طمنيني، هلا كيف صار بيك؟ لا الحمد لله صار منيح. امبارح على عصبيته ساعتين حكبته شكل بس الحمد لله مرقت على سليم كتر خيرك. نشكر الله. انتري. صباح الخير ست ظريف. ولو بيرو جايب البيجامه. ايه شو فيه يعني شو نقصد ظريفه مثل امنا بعدين هي ما بتستحي. طب وانا؟ انت ايه بتستحي بس خلاص بكره تعود علي. ما بستحي بيرو. شو؟ أمور حبيبي. بتسلم عليك الماما وبتقلك بعتي لها أبرد نكش بابور الكاس. بابور شو؟ بابور الكاس مشان نسوي له قهوة للأستاذ برهوم. أستاذ برهوم؟ إيه. بيعطينه مهمة للأستاذ برهوم رايح يشرب لي قهوة مرة؟ خلاص بقى على أمي بتستعوقني شو؟ طول بالك علي بيرو حبيبي أنت. سلم لي على امها وقل لها الطن ظريفه صار لها 30 سنه لا شافت بابور بحر ولا بابور كاظ. شو يعني؟ يعني ما عندك. ما عندك؟ كنت اقول من اول ما عندك. وجهي حتى ما حرت وجهك هلا. عمك تخافي لي وجهي وحده متوحشه مع وجهي. انا رح يموتني هيدا. بدك الحقيقه يا ست ظريفه الله يساعدك على هالوقعه. عن اذنك. لوين عن اذنك؟ هو تركني وانت تركوني كلكم للهم وحده. طيب يا ست ظريفه شو بقدر انا ساعدك؟ انا ما فيني اقول لك الا كلمه واحده. شو هي قولي؟ الله يبعد عنا التفجير والتهجير. يا رب يا رب. اخ كأني وسعت في عمي. تزيني عليا؟ عيونك. بدك شو عم تطيون؟ بدي اقليهم بالزيت. الزيت؟ اعمل لهم لحمه، انا بحب اللحمه. لك ابني كل اللي معي ما بيجيبوا كيلو لحمه. شو كل اللي معك وعشق من هلا ورايح وقت تدفع منك ولا قرش؟ ها لكي. كل شيء بتعوزيه بتطلبيه من ظريفه. بعتي هلا مع بيرو بس يجي خلي يجيب لك شيء فخذ لحمه من عندها. بعدين اذا بدك بفتكر الاداره بعثت لكم مشان بكره، عرفتي كيف؟ غمه طلبي غمه منيح على الغمه. لا اول ما كنتش بدي اروح عندها. ما بدي اروح على اروح عندها بعد. شو بك انت وياها؟ شو بك انت وياها؟ شو ماني انا وياها؟ هيدي ظريفه وحشه. شو اللي ضربتك؟ والله ضربتني. كنت كسرت لها ايدها. يا ريت كسرت لها ايدها. يا ريت. اه بكسرها. ايه شو قالت لك بس قلت لها على ابره بابور الكاز؟ قالت لي سلم لي على امك وقال لها انه انا ما بعرف شو يعني بابور الكاز. عجبي هلا بطلت تعرف بابور الكاز بنت المزود. ما قلت لك انا من الاول انه هيدي نفسيتها مش نظيفه ظريفه. لكم مستقلي فينا يا ابني. لك شو مستقلي فيكم؟ شو عم تطلع من جيبتها؟ خلص من هلا ورايح من هلا ورايح اي شيء بتعوزوه بتطلبوه منا وغصب عنا. شو فهمتوا؟ وبعدين من الاوضه من هون ما حدا منكم بيطلع الا ما انا قلكم اطلعوا. شو؟ طيب منيح؟ يلا عن اذنكم. احنا بنفعل لك وجهها ترمينا. لك يا ست عليا ما تخافي الرطل بده رطلين وخلص والنصر لنا. يا معلمنا يا معلمنا شو بنعمل معلمنا؟ خلص ما تخافوا الله معنا. يلا اوكي. لك عم بزيحي لك. يلا 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 في حجرة بس بقى انت ورا كمان بس بس خلاص مش لانكم صرتوا كلكم سوا تعملوا لي الصف ملعب وتطوشوا لي راسي. لك انا بعمر هالعيون الحلوين يا عبر. ابو عابر اطلع بكتابك احسن لك. الرومانتيك. طلع بكتابك ابو عابر. من مصدر هند. الله يخليكي فيكي تنقليني من هون. لا تسلمي لي مزعوجه.
لا مش يعني علي ما مأثر، بس بخاف هالزركة تأثر على البيبي ويدي خلقه. يا سلامة.